ضيفنا في انستافان واحد من أهم اللاعبين في جيله في تونس وفي إفريقيا، أمين الشرميتي، ولد النجم الرياضي الساحلي، تألق مع المنتخب قبل ما يعمل تجارب عربية وأوروبية. أمين يجي بحضنا في حوار خاص، نعمل معاه جولة بين تصاوره، نقربه من شخصيته، نحكيه على طفولته، على العائلة، الحب في حياته، مشاريعه بعد الاعتزال. هذا وأكثر في انستافان. النجم السابق للمنتخب الوطني أمين الشرميتي ضيفنا في انستافان، حوار صريح من القلب على الكورة، العائلة، المشاريع وأكثر. أمين شرميتي مرحبا. مرسي هادي. هذا كونت انستغرام تاعك. بالنسبة للاسم أمين الشرميتي في الكورة وعدد المتابعين ما تركبش على بعضها. والله في الوضع الحالي بتتا ليزونجاجمون تاعي، إذا لقيتني تشوفني دي طون زون طون كي نهبط تصويرة ولا حاجة راني فك المومون هذاك فريمون قلق. أما سينو مانيش برشا. أما وسيلة خدمة اليوم؟ إيه ممكن كلامك صحيح، إن شاء الله إن شاء الله نتحسنوا في التواصل مع علما وأنه أكثر واحد متابعة على انستغرام كوارجي رونالدو كريستيانو. صحيح، توا الناس الكل ولات أديكت للريزو سوسيو. إن شاء الله بخشان ما بتتر لازم نحاول إنه نهتم بروحي شوية. نحب نبدأ بتصويرة هذه. ما لقيتش أصغر منها في انستغرام. التصويرة هذيك في كونفيرونس دو بريس في الشامبيونز ليغ دازي. أيام حلوة. بديت الكرة صغير أمين. والله بديت الكرة صغير صحيح، ودخلت في عمر مؤخر شوية، مش صغير صغير. فتتر بديت الناس تحسبني عندي تعرف اسمي خاطر بديت 18 عام. تحملت المسؤولية في جمعية كبيرة برشا وظهرت للتلفزة في الناس كل ولا تعرفني، دونك يحسوني قديم برشا في الكورة. دخلت مأخر شوية في الكورة، عندي الوالد والوالدة، الوالدة معلمة والوالد مهندس. كما تعرف العائلات المحافظين برشا قبل في الوقت هذاك الكورة تعتبر يعني للناس اللي ما همش ناجحين. احنا كورة للشارع كيتو، فهمت؟ ايه ربي يفضلهم. هذوكم تاج راسي نحبهم برشا برشا، ضحاوا معايا برشا. دونك المعلمه ولدي ضاع بالكره والمهندس الكره الهمال الحقيقه يعني هذاك في الوقت هذاك دونك طبعا مش كما توا تبدلت المعطيات. سيتي عندي في دخلت الكره بالسرقه، الوالد كان كيفاق بيا وقتها كليت تريح برشا على الكره. قداش عمرك؟ والله دخلت ممكن في 14 عام كيكا. دخلت وحدك؟ اي وحدي، مشيت وحدي. كنت يقول لي وين تمشي، نقول له ماشي ريفز. وانا وقتها بديت نعمل في ليتيست مع القروان. وكيفاق بيا سيتي لارونجمون اللي بيني وبينه انه ما نوخرش في قرايتي، دونك حاولت لو ماكسيموم اني نوفق بين قرايتي والكوره. وكانت صعيبه برشا، بوكو ساكريفيس فريمون. كنت نقوم الصباح برشا الاربعه والخمسه بتاع الصباح باش نقرا، نمشي نقرا ومن بعد نرجع نترينا لا ميم شوز يعني. حتى لا نعرف وقت للترهيد للبحر للقاعدة القهاوي لاني للعب الكارت حتى شيء. وقتاش جت المرحلة اللي باش تقعد فيها مع ابوك مع الدار المعلمة والمهندس وتقول لهم راه القراية توا ما عادش هي الكرة هي القراية؟ لا، وفقت ما بينتهم الزوز، نجحت وصلت حتى الباك مات، نجحت في الباك الحقيقه. وقت كملت قريت في لينابس، من بعد وقت اللي خرجت لبرا قصيت على قرايه. تلونت برشا في الكوره هنا هنا. لعبت في برشا جمعيات كالرحاله، تعبت روحي وتعبت مرتي معايا وصغار. قدر ولا شنو؟ والله أوزر سيبا إيفيدون راه باش تعدي يعني سنين لبرا. احنا لاعب التونسي بصفة عامة وقت اللي يخرج يكون نجم لهنا في تونس وين يخرج الناس كل تفرح به، معروف برشا. تخرج لبرا تلقى روحك إنسان عادي، لازمها ريزيستانس مونتال كبير برشا، لازم برشا خدمة. تلقى روحك أنا ممكن الانجاجمون بتاع العائلة متاعي أنه الوالد والوالدة يخدموا ما كانوش ديما يلتحقوا بيا، كنت نلقى روحي ديما وحدي ونحب لدي فيه. في تنقلاتك انت عملت الخليج، عملت اوروبا، عملت برشا في رقص زاد كيف كيف. الهدف المحرك نتاعك الاساسي كان من يعطيني عقد افضل بالاساس؟ لا والله لا،
من نلقى راحتي وديفي يعني في الكرة. كما دانيرمو يعني مشيت للهند، مشيت للهند. أطلب العلم حتى ولو كان في الصين، تبع الكرة حتى ولو في الهند. مشيت للهند، مشيت للهند. ديسيزيون ماهيش سهلة حتى طرف. وقت اللي تعرضت علي الفكرة الحقيقة متاع ربي، قلت شنو عندي منع نمشي للهند باش نخلي عائلتي. وبعد كي جيت نخمم موزر لوبورتونيتي اللي في الكرة، انك تمشي للديستيناسيون هذوما تتيح لك الفرصه باش تمشي لهم تكتشفهم. بتيتر لو كان تكون وحدك ما تمشي لهمش. كي خممت بيني وبين روحي قلت بوركوا با اسرت ناج، الحمد لله جي تو فيكو في الكوره. بوركوا با تكون اكسبيريونس اللي تكون عندي يعني ان شاء الله نخرج بها بالحاجه الباهيه. والحمد لله كي مشيت جي با ريغريتي الحقيقه. احسن فريق لعبت معاه في مسيرتك لو نقيم في تونس؟ الفيكو اللي عشته في النجم الرياضي الساحلي يقعد ميمورابل دي جينيراسيون او دي جينيراسيون. في زوريخ بتاتر البيريود اللي عديتها طويله، دونك ولدت كل عائله، عشرت قعدت 6 سنين في زوريخ. من بين لي مومون كشهره وك يعني كشعبيه كبيره في جده في الاتحاد السعودي. في جده فما برشا هدايا وقت التتويجات وانت عشت النجوميه. احسن واغلى هديه تعطات لك؟ كان في نهائي كأس الملك اللي توفى الله يرحمه، نحن فرحانين وثم شيخ وعدني بمونجلة غالية. لعبت مع النجم، علمت مع النجم أنك تكون موجود في النجم وتقول على روحك ولد النجم أنت. أيها هي فتحت لي باب النجومية وتعديت بريود صعيبة قبلها، جاتني الاوبورتونيتي اني باش ندخل الفريق كبير اسمه النجم الرياضي الساحلي، وان شاء الله كنت في المسؤوليه حد قد المسؤوليه هذيك. جاتك عروض باش تلعب مع الترجي والافريقي؟ ايه وانا صغير. ايه كان ثم جينيراسيون يتبعها، ماك تعرف الفرق الكبيره ديما عينيها على اللاعبين الممتازين في الجمعيات الصغار. لعبت في شبيبه القيروان اللي تعتبر من اكبر البيبينير تاع اللاعبين يعني المواهب الكرويه، مولت الأندية الكبار الكل. دونك كان سويفي من جمعيات الكبار هذوما، وأنا خيرت إنه باش نمشي للنجم الرياضي الساحلي. أول شيء ممكن العائلة متاعي، عندي الوالد يحب النجم الرياضي الساحلي. ثاني حاجة ككرويًا إنه تعرف سوسة قريبة القروان، دونك جيتي بيان أونكادغي من عائلتي وقريب لهم. وثاني حاجة إنه ديما نحن عندنا فكرة إنه النجم الرياضي الساحلي هو المصدر الكبير لبرا اللاعبين التوانسة. التصوير هذا عجبتني. هذه في الهند دنيير ماي. في الهند هذه ممكن هذه أنت اسمك هادي وأنا هادي البرة من تيران. أما كي نبدأ في تيران نتحول برشا. Je suis un mauvais perdant. Je provoque برشا. وهذه وقتها ضربة جزاء ماهيش موجودة وتحصلت عليها، وديفونسور قاعد يلوم عليا وأنا تبسمني بتاع عديت عليك. اي هذه وقت عودتي من نجم الرياضي الساحلي في مباراه اوزر. انا وقت كملت من الكويت جاتني لوبورتونيتي باش نمشي في فيينا في رابيد فيينا. مشيت ديجا ديسكريتمون في بالو حتى حد، كان انا وزوجتي تم استدعائنا. الديريكتور سبورتيف هو اللي خدمت معه في زوريخ لمده طويله، دونك خمم فيا وكلمني واستدعاني على اساس انه باش نلتحق بالفريق. مشيت انا وزوجتي وعملت تيست ميديكال بريزونطاسيون بالمريول. كل شيء عندي موثق يعني، ما حبيتش مانيش مكره هذاك. علاش مانيش من الانواع اللي برشا يلوجوا على البوز ولا ديما نحب نعيش ديسكريتمون. كي روحت لتونس ديما نحكي انا والولد. كنت في المومون هذاك عندي سبب ظرف عائلي خلاني اني لازمني نقعد في تونس. دونك طلب مني الوالد انه جسي انه كان نلقى رونجمون مع النجم الرياضي الساحلي، علاش لا في البرد هذيك. هما طلبوني وانا لبيت الواجب. اعطتك حقك الجمعيه؟ الحمد لله عمري ما مشيت حتى جمعيه وصارت لي معاهم مشاكل ماديه. معناها تحكي على الامور الماديه في حياتي في كاريري محظوظ. نفرض الاحترام تاع الناس خاطر نخدم برشا. هذه الكرة راني مانيش مغروم برشا بالكرة، مانيش شكل اي وكل حاجات ما يعرفوهاش الناس. مانيش مغروم برشا بالكرة، دخلت الكرة عناد. هذه ممكن سكوب لك انت. عناد في شكون؟ عناد نجاح. حطيت حاجة في بالي نحب ننجح فيها.
مانيش مجرون راك نحل في الويكاند تلقاني قدام ممتاز نتفرج في الماتشات ما نعرفش اسامي جوارات كي تقول لي انت شنو الكلاسمون نتاعك ما نعرفش قداش ماركيت ما نعرفش بالرسمي ديكونيكتي كومبليتمون اي ممكن اما نقدرها كخدمتي افضل عقد مادي في مسيرتك كان مع شكون ممكن في الاتحاد السعودي ابتزنا نرجس يعرفوها شوية لبرشة الناس يعرفوها طبعا عندنا 9 سنين مازلنا كاحتفلنا بعد الزواج بتاعنا واحتفلنا زادة بعد ميلادها إن شاء الله نقول لها ربي يخليك ليا ويخليك الأدم وآية عرست عمري صغير برشة 23 ans, 24 ans قصة حب ولا دار يزمك تعرس؟ لا بالعكس أنا أمي وقت اللي ماشي باش نخطب قالت لي حتى تكون روحك مازلت يشوفوني صغير انا لا انا قررت باش نعرس على ستابيليتي كما تعرف قلت لك نعيش برشا لبرا وحدي وحبيت نعرس صغير باش مرتي تعيش معايا لي مومون حتى ثما دي مومون باهين برشا في الكوره اما ثما دي مومون صعب على الاخر اي مو الناس ما تشوفش الكوتي هذاك انا واحد من الناس جو سوي ام موفي بيردون وقت اللي الليمور نتاعي تتاثر برشا بالخدمه نتاعي تعبتها برشا ما كناش ما نخرجوش ما نحوسوش ديما لا ديما الكوره يعني عطيها تخميمي وقتي وكل شيء كيفاش عرفتها عرفتها عن طريق في حفله صاحبت يعني امي انتيم صاحبي عمار عمار جمال هو الوسيط عرست بالوساطات هاي كانت يعني مو احنا وقت البريود هذيك يا عمار يعني عزيز وغالي ونسلم عليه ونقول له ان شاء الله ربي يوفقك في تجربتك الجديده يعني في حفله وقتها عرفت نرجس وكانت يعني ممكن والدها كانوا من المعارضين انه باش تتزوج بلاعب كره قدم صعيبه برشا الحمد لله شو حرب معناتها معناتها لا لا مش حرب دخلت في كانت حرب لا لا مش حرب ما دخلنا من الديار من الباب الكبيره ومشيت ووفقني ربي في التست هذاك كان اصعب تيست ها اي كان عندي فيه بيني وبين روحي خاطر كما تعرف صغير باش انجاجمون وانت عمرك صغير ماهوش ساهل اما نتصور فخر انه فتاه تقول انا مرتبطه بامين الشرميتي واحد من رموز كره القدم في تونس الحمد في جيلو الحمد لله فخر اسم ممكن ماني قلت لك تبدلت المعطيات هذه راه مش كيما قبل احنا قبل الناس ماخذه ريبيتاسيون دي مع الكوارجي انهم ماهمش يعني ما يهنيوش والكليشيه تاخذ كوارجي معروف نجم تعدي راس العام في تاج محل ايه كانت متخوفه برشا كيفاش باش تجي قلت لها هذا اللي نحكي لك عليه يعني انه في الكوره يجيوك دي ماما ممكن كانوا يقولوا لي نهار باش تمشي لتاج محل ما نمشيش جات الاوبورتونيتي وجات واكتشفت الهند وعجبتها برشا وهذوما حاجات يقعدوا ميمورابل في حياتنا احنا الزوجيه عرسكم تزين ايه قدموا ايوتا توريهم للناس فما شكون يخبي وجوههم فما شكون لا علاش باش نخبي أنا نعيش العين إن شاء الله ربي يحفظنا منها الناس كل ما كسخر كل هذه التصويرة في الكويت وقتها الحمد لله عندي ولاد وبنية آدم 6 سنين وآية 4 سنين نشوف فيهم الدنيا تظهر على مجلات؟ والله هذه ما نحبش برشا الظهور يعني لا الإعلامي لا ما ناخذ بالخاطر جات كوفرتور هي متاع مجلة ديكارت حبوا يصوروا معنا إن شاء الله تكون عجبت الناس وكاو فما غرام آخر عندك هذا؟ أي غرام برشا هذاك ممكن بين الحاجات اللي علمتني الباسيونس باش نجمت نقعد برشا لبرا نصبر برشا ما هو الصيد السمك أنت غرام نحبه برشا وعندي صحابي هو قدم له تحيه صاحبي محمد بودربلا انسيان جوار في الاتوال هو اللي غرمني بالمصيد الحوت ونلقاك في غرام اخر ها وهنا اي نمشي توسكي هذوما اللي تحبهم
تحب المسجد. انا من اصيل مدينه نصر الله. دونك التصوير هذه في نصر الله. في نصر الله قعدت ربطتنا يعني ربطتني بها علاقه كبيره برشا للمنطقه هيك وناسها اهلي ومالية وكما تعرف الفلاح لازم صيد. إيهاب وبلبولي، بلبولي أخويا الكبير نعزو برشا برشا ونقدرو برشا. إيهاب هذا في عرس أيمن وقت حضرنا، تشوف إيهاب مازال عنده وقتها صغيرة، نظره صغار وقتها. تمم بالصداقات في الوسط الرياضي ولا ليه؟ تكون محترمة مبنية على صدقي. باش نكمل مع التصويرة هذه؟ الغزرة هكا البعيد، اعتزلت الكرة؟ والله بتتر ما زلت ما قررتش ما علنتش كلية نهائيا اني اعتزلت الكرة، اما كان لقيت حاجة كيما يريد نقعد بحذا عائلتي توا خاطر دابري البريود الطويلة اللي عديتها لبرا شوية الواحد ما ينساش عائلته ونعطيهم أكثر وقت سيرتو الوالدين اللي ضحوا معايا برشا حسيتهم ما شبعوش بيا كوم يلفو وديسيزيون ماهيش باش تكون سهلة لكن كي ناخذها ناخذها عن قناعة عن اقتناع. قديش عمرك توا؟ 33 سنة. مازال؟ صحيح هو مازال أما هادي ليزيكسبيريونس اللي عديتهم لعبت في نيفو محترم برشا عشت كل شيء لي مومون الكبار لي تيتر النجومية العالمية لعبت يعني اللي يحلم به أي لاعب كرة قدم تونسي عشتو هذاك الحمد لله عشتو ديما الواحد يعمل النقد الذاتي للروحه باش يحاول انه يطور من روحه وراه انه باش تبع باش يجي نهار وباش تشوف هالكره اليوم ولا غدوه باش تشوفها اما لكن لازم الانسان يغزل لي كوتي الكل يحطها من كونسيديراسيون باش كي ما يندمش يقول يا ليتني عملت الحاجه وكي تخرج من الباب الكبيره ولي تري امبورطون خير انه من تخرج احنا نقولوا تكون يعني الايماج اللي خليتها عند الناس الكل تكون هي بيدها تحافظ عليها وتحترمها. أمين الشرميتي عندي لك مجموعة أسئلة حاول تجاوبني عليها في أقل من 90 ثانية حاضر؟ حاضر. أمين شنو برجك؟ كابريكور. أكثر هدف فرحت كي ماركيتو؟ فينال تشامبيونز ليغ. شكون غرمك بالكرة؟ الوالد. حاجة ديما تعملها قبل مقابلة مهمة؟ نكلم أمي. أكلتك المفضلة؟ كابتاجي. تمرين تكره في الانترينمون؟ بي ام. شو الفريق اللي تنصح ولدك باش يحبه؟ جيسكا وليتوال. أكثر ماتير كنت به فيها في القراية؟ مات. أكثر رياضة تتفرج فيها بخلاف كرة القدم؟ باسكت. أغلى كرهبة شريتها قديش ثوبها؟ 400 مليون. بلاصة تتمنى تملك فيها دار؟ غابة. فريقك الأوروبي المفضل؟ برشلونة. أكثر مدرب عاونك في مسيرتك؟ فوزي البنصرتي. أصعب مدافع لعب ضد؟ عمار جمال. ماتش ما كنتش حاضر فيه مع المنتخب الوطني وتمنيت تلعب فيها؟ غانا. أكثر بلاد من اللي لعبت فيهم عندك فيها أصحاب؟ السعودية. ماكلة تعرف تطيبها؟ كيف تجي؟ أكثر مسلسل تونسي يعجبك وتتبعه؟ شوف لي حل. بعد مسيرتك تختار أنك تكون مدرب وإلا محلل فني أكثر؟ الزوز. أكثر حاجة ندمت عليها في مسيرتك؟ خروجي من ألمانيا. أهم حاجة تحب العباد يقعدوا يتفكروك بها؟ مواقف. أمين الشرميتي النجم الرياضي الساحلي في ثلاثة كلمات؟ تاريخ ألقاب وعالمية. أمين الشرميتي يعطيك الصحة.